السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد. غادي نشارك معكم سمن ديال الخلاط. ما كيحتاج الكيه ما والو، كيجي مورق وزوين. السر ديال التوراق ديالو وديال الدليك ديالو هو الخلاط. انتم كيف كتشوفوا معايا كيجي رطب وهشيش بزاف، وصراحه عجبتني الطريقه. اول مره كنديرها وكنت طلعت معكم نيت لايف وانا كنصيف فيه، وقلت لكم الا جا زوين غادي نقول لكم. وبصح جا زوين وما بقيتش غادي دابا نستغنى على المسمن، غنبقى مره نديرو. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، ونتمنى من هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. المهم هنايا غادي نبدا نعطيكم المقادير. غادي نحتاج واحد جبانه ديال السميده، وجوج جبانيات ديال الدقيق الابيض. الدقيق الابيض مضاعف على السميده، ونحتاجو خميره الخبز و الملحه. المهم اول حاجه غادي ناخذ ديك الملحه غنديرها في شويه ديال الماء، وغادي نخلطها مزيان، وغادي نخليها تفاءل معاه. غادي ندير في الخلاط شويه الملحه، ومن بعد غادي نضيف على ديك الخميره. انتوا كتشوفوا غادي ندير معلقه صغيره ديال الخميره الخبز، ونكب عليها شويه الماء ونحركها مزيان. الماء بارد البنات، ما كاين لما دافي لما سخون، الماء بارد. وغادي نحركها مزيان. دابا غادي نضيف على الملحه، وغناخد هذاك الكاس وغادي نخويه، وغادي نضيف السميد ديال المسمن. وغادي نخلط، وغادي خصني الماء مازال، وغادي نضيفه باش نخلط هاد السميده مع الخميره والملحه. احساسي راح ومشى، قلبي بدا يفرشى، قص بزاف على الايام اللي ما تنسى، ما كرهتش شد عيني. المهم غادي نبقى نخلط فيه المده ديال جوج حتى لثلاثه دقائق. من بعد ما خلطتو غادي نكبو في هذا البانيو. كيف قلت لكم السر ديال هذا الخلاط وهو كي يخلي العجينه مورقه. داكشي اللي بقى ليا غادي نضيف عليه شويه الماء، وغادي نعاود نضيفه. دابا ناخذ هذوك جوج جبابن ديال الدقيق الابيض، وغادي يكون مغربه للبنات باش ما يبقوا لكم حتى شي حبيبات في المسمن. من بعد البنات ما غربلت الجبنه الاولى، غادي نخلطها بالخلاط اليدوي. ملي غادي نشوف الدقيق كامل دخل ليا في السميده، غادي نضيف جبانه ثانيه، وكذلك مثال بالخلاط. صافي من بعد غادي غير نجمعها بيديا، ما نحتاجش ندلكها، غير غادي نجمعها بيديا ونرجع معاكم. هيا البنات غير جمعتها بيدي، ما دلكت ما والو. كيف كتشوفوا معايا زوينه ورطيبه صراحه، زوينه الطريق. غادي ناخذ الزيت باش غادي ندهن به سطح العمل اللي غادي نكون البلايصه اللي نكون فيها كويرات، نكون فيها اللي غادي ندير فيها كويرات ديال المسمن. صافي غندهن البلاصه وغادي نبدا نحط الكويرات. عندي خرجت ليا 10 الكرات. Thank you.
غادي ناخذ السميده رقيقه وغادي ناخذ خماره، هادو باش غادي نورق المسمن خماره، وغادي نضيف شويه ديال الزيت غير واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، وغادي نضيف شويه ديال الزبده اللي هي دايبه، وغادي نخلط المكونات تتولي عندي شكل عجينه. طاحت لي الزبده، هي الزبده صافي. غنخلط المكونات وغادي نكونهم على شكل عجين، بحال شكل العجينه، بحال ما هكا البنات. غادي نخلط هذاك الشيء كيكشكش، غير الزبده هي اللي كتشتش. الزبده والخماره هما اللي داروا هكا صافي، تتكون على شكل عجينه باش غادي تورقوا المسمن. من بعد غادي نبدا نورق فيه وندير في هذا الخليط هذا. المهم انتم تشوفوا معايا الطريقه كامله، سهله مهله. غادي ناخذ الكره الاولى اللي انا كورت وغادي نورقها، ندهن سطح العمل بالزيت وغادي نورقها وندير فيها السميدة مع الزبدة والخمارة، ونبدا نسد ونوريكم طريقة التوراق ديالي كيفاش دايره. كل واحد وطريقته البنات، راه ماشي كلشي كيدير نفس الطريقة. انا تقدر تكون طريقتي ماشي حتى ليه، المهم انا كنوريكم غير الخليط وصافي. نتوما كملوا من عندكم. البنات غادي نبدا نورق باش نبدا نسمن، مغاديش نرققها بزاف. المسمن ديالي كيف كتشوفوا وكيجي مورق وزوين. المهم البنات راه كنت معاكم في اللايف وقلت لكم كيفاش غادي الا خرج مسمن زوين غنقولها لكم. انتوما مرخوف وزوين والله حتى ما داقو غزال. واو